بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بحضراتكم في هذا الفيديو اللي هنستكمل فيه يعني ما بدأناه حوالين اكتشاف استجابات الإهمال. والنهارده هنقدم مفهوم مهم جدا، ليس فقط يتوقف على موضوع استجابات الإهمال لكنه بيمتد في موضوعات كتيرة جدا في المالتي فيريت ستاتستكس، سواء كان في الكلاستر أناليسيس أو في الأوتلايرز أو النقاط المتطرفة. الموضوع خاص بمهالونوبس ديستانس، اللي هي مسافة مهالونوبس، العالم الهندي اللي قدم لنا تصور لحساب المسافة بين مجموعة من المشاهدات أو من عدة مشاهدات مقابل المسافة التقليدية اللي احنا نعرفها، اللي هي مسافة إقليدس أو إقليديان ديستانس. هنقارن ما بينهم ونشوف الفروق ما بينهم شكلها ايه. مهالونوبس ديستانس زي ما قلت مفهوم مهم جدا، بيتضمن مفاهيم اخرى في غايه الاهميه، فمهم جدا اللي عايز يفهم او اللي عايز يطور فهمه وتصوره حوالين المالتي فيريت ستاتستكس يركز في هذا الفيديو. هنحاول نتجنب بعض المفاهيم الاحصائيه الدقيقه قوي، هنشير اليها وناجلها لفيديوهات اخرى، لكن هيكون تركيزنا حوالين الفكره الرئيسيه. وهنبدا نتكلم اولا على اكليديان ديستانس، مسافه اكليدس، ونوضح ازاي ان مهالونوبس ديستانس حاولت انها تعمل اوفركم، تتغلب على المشاكل اللي موجوده في مسافه اكليدس بحيث انها تراعي الظواهر البيانات، طبيعه البيانات، لان مسافه اكليدس ما كانتش معموله عشان خاطر داتا بيتم تحليلها، هي كانت موجوده مسافه بين نقطتين موجودين وبنحاول نحسب المسافه بينهم شكلها ايه. تعال نشوف مع بعض. معاكم الاستاذ دكتور محمد حبش حسين، استاذ الاحصاء والقياس النفسي والتربوي للتربيه جامعه اسكندريه. دايما بقول لك عجبك الفيديو اعمل له لايك، تعرف حد يستفيد بيعمل له شير، في جميع الاحوال اوعى تنسى تعمل سبسكرايب عشان نوصل لك جميع فيديوهاتنا. طيب اولا تعالى نتكلم على ايه دور موضوع المهالونوبس ديستانس او المسافه، سواء اكليديانس او مهالونوبس ديستانس. في عندنا مفهوم مهم جدا وهو عباره عن الديستانس اللي هي المسافه، والسيميلارتي اللي هو التماثل. بنهتم قوي في موضوع زي الاوتلايرز، النقاط المتطرفه، ان انا اقدر اعرف هل النقطه ديت نقطه متطرفه ام انها نقطه تماثل النقاط الاخرى اللي موجوده. طبعا نقصد النقطه معناها هنا المشاهده، الملاحظه، يعني طالب له مجموعه من القيم حوالين متغيرات مختلفه، هل هذا الطالب القيم بتاعته في الطول، في الوزن، في الذكاء، في التحصيل تختلف عن متوسط الجماعه او عن الجروب اللي هو موجود فيه، يعني يعتبر نقطه او اوتلايرز ولا لا؟ فهنا ممكن استخدم حاجه تعبر عن السيميلاريتي اندكس، مؤشر التماثل، اللي هو زي الكورليشن، معامل الارتباط. وممكن استخدم المفهوم المقابل اللي هو الديستانس، ان هو المسافه اللي تبعدها هذه النقطه او هذه المشاهده عن بقيه المشاهدات او عن متوسط هذه المشاهدات، كمؤشر على ان كل ما تكون المسافه كبيره كل ما يكون معناها ان هذا الشخص يختلف عن المجموعه اللي هو موجود في وسطها، وبالتالي قد يكون يعبر عن الاوتلايرز. نفس المفهوم ده مهم جدا لما نيجي نتكلم على الكلاستر اناليسيس، لما بحاول ان انا اصنف الناس الى عده مجموعات، وتكون المجموعات دي داخل كل مجموعه في قدر عالي من التجانس، وما بين المجموعات في اختلافات كبيره. ده جوهر الكلاستر اناليسيس، ان انا اصنف مجموعه من الافراد الى فئات متجانسه، وهنا برضو بحتاج الى المهالونوبس ديستانس وبحتاج الى الكورليشن كوفيشن. اذا في طرق بتعتمد على السيميلاريتي وبتعتمد على الديستانس، والاثنين مفاهيم بيشيروا الى يعني بيشيروا الى نفس الحاجه ولكن بطرق مختلفه. زي ما قلت السيميلاريتي، كل ما بيزيد السيميلاريتي زي الكورليشن كوفيشن بين المشاهدات كل ما بيكون هناك تماثل، اما الديستانس كل ما بتزيد المسافه بين المشاهدات كل ما يكون معناها انها مختلفه. الهدف واحد لكن بمؤشرات ايه؟ مؤشرات مختلفه. درجة التباعد أو التماثل بين الاستجابات بين عدد من المتغيرات. لو حبينا نشوف الكلام ده في يعني كمثال، قدامنا مجموعة من الدرجات، يعني حضراتكم شايفين عندي 5 أفراد والمعدل التراكمي الجي بي إيه والدافعية. نفترض مثلا الجي بي إيه متدرج من 0 لغاية 4 أو 5، والدافعية درجات فيها 10 و11 و16، قد تكون لغاية 20 مثلا يعني. فعندي 5 أفراد بهذا الشكل. طبعا ممكن أمثل الكلام ده على سكاتر بلوت، رسم بياني، علشان أوضح لحضراتكم كيف يتم تمثيلها بيانيا. فكما ترون حضراتكم أدي المشاهدات دي 13.8، 13 دي بتعبر عن درجة الدافعية، ولهذا مثلا أنا ممكن أجي في جزء زي
زي ده كده وانزل، المفروض نرجع عند النقطة ديت وانزل انزل انزل اصل عند ال 13، ثم لو مشيت في الاتجاه ده كده اصل عند 2.8 من 10. دي ده ما اطلق نطلق عليه السكاتر بلوت. المفروض طبعا ان في مسافات بين النقاط، يعني المسافة بين النقطة دي والنقطة ديت دي مسافة، هذه المسافة بتختلف إلى حد ما. يعني أنا أخذت النقطة ديت ودي كده وحاولت أقارن بين النقطة ديت مثلا ونقطة أخرى وليكن النقطة دي، فواضح لحضراتكم إن المسافة بين لو سميت دي مثلا إيه، النقطة دي سميتها إيه والنقطة دي سميتها بي مثلا، بي خلينا ناخد نص كده، أنا ممكن يكون عندي إن هو بي تمام، دي النقطة الثانية دي كده، المسافة A و B تختلف عن المسافة هنا بين النقطة دي والنقطة مثلا C تمام، النقطة هنا هو دي النقطة C، يعني المسافة هنا هو أكبر، فمعناها إن النقطة C يعني لا تشابه أو لا تماثل النقطة A، بينما النقطة B قد تكون أكثر تماثلا أكثر تقاربا من النقطة C في علاقتها بالنقطة. فالمسافة كيف يتم حساب المسافة؟ لأن كل زي ما قلت كلما زادت المسافة ده معناه إن أنا عندي درجة من اختلاف. ده شكل سكاتر بلوت، لو حبينا إن إحنا يعني نحط الاتنين قصاد بعض هتجدوا حضراتكم مثلا زي نقطة رقم واحد أهي، نقطة رقم واحد ديت هي نفسها النقطة دي كده تمام، ولو أخذنا نقطة تانية نقطة رقم اتنين 16 و3 من 10 عليها النقطة ديت كده، وهكذا ده تمثيل كل نقطة من النقاط. زي ما قلت إن إحنا لو كنا بنتكلم على كلاستر أناليسيس مثلا فقد نقول مثلا إن النقطة دي أو النقطتين دولت تجمعهم مجموعة واحدة، بينما النقاط دي قد تكون يعني بعيدة عن بعضها فقد تكون أوتلايرز، أو العكس قد تشوف النقطتين يعني نقطة دي ودي مجموعة واحدة ودي ودي مجموعة واحدة ودي أوتلايرز. طبعا نحكم على إن التجمع أو التقارب ما بين النقاط من خلال المسافات زي ما احنا عايزين. كيف نحسب المسافة بين النقطتين؟ ده عنوان الفيديو بتاعنا، ازاي نحسب المسافة بين النقطتين. زي ما قلت المسافة بين النقطة دي والنقطة دي تحسب ازاي؟ إقليديان ديستانس قدم لنا طريقة أو مسافة إقليدس، وهنقارنها بمسافة مالونوبس ديستانس بس بعد ما نعرف إيه مشاكل الإقليديان ديستانس. طب هنرجع مرة تانية، يبقى إحنا كده فهمنا كيفية التمثيل البياني. طب لو حبيت أشوف مثلا نقطة في المتوسط، طبعا ده إقليدس اللي هو قدم لنا المسافة، وبعض الناس عارفين يعني النظرية اللي بتتكلم على القطر في الدايرة، القطر في الدايرة ينوط وعلاقته بالأوتار ديت، وإن مربع المسافة ديت من A لC بيساوي مربع BC مربع زائد مربع AB، دي فكرة إقليدس نفسه. أو إن الـ AC في حد ذاتها تساوي الجذر التربيعي لمربع الـ BC زائد المربع AB. دي المسافة كما تحسب الطلبة في ثانوية عامة وفي مراحل قبل الثانوية العامة، عارفين الكلام ده هوت بفكرة إقليدس. إيه علاقة الكلام ده باللي إحنا بنقوله؟ نفترض ان انا مثلا عندي زي ما حضراتكم شايفين النقطه اللي هي باللون الاحمر دي المتوسط، وعايز احسب المسافه بين هذه النقطه ونقطه تانية ولتكن هذه النقطه، عايزين نعرف المسافه دي بكام. ببساطه لو انا نزلت نقط كده بالخط ده كده لتحت لغايه، فانا المفروض اوصل 13 هنا، ولو نزلت بنفس المسافه هنا نزلت تحت كده ها المفروض اوصل عند ال 12 او الفرق، يعني يبقى المسافه دي عباره عن ايه؟ عباره عن الفرق بين قيم 13 ناقص القيمه هنا، اذا الفرق ده بيسموه فرق السينات. نفس الامر ممكن نطبقه على المحور الراسي، بان انا لو مشيت كده اهوت هجد مثلا دي 2.8 من 10، امشي ديت طبعا محور افقي وامشي بهذا الشكل، فالمسافه ديت المسافه دي او الارتفاع ده بين النقطتين الارتفاع ده بيساوي برضو الفرق بين 2.8 من 10 والقيمة اللي موجودة. لو ربعنا وطبقنا القانون بتاعة الإقليديان هنوصل إلى المسافة من هنا لهنا بتساوي كام.
ببساطة الـ Euclidean distance القانون بتاعها بسيط، هذا هو القانون، بيقول لي اكس واحد ناقص اكس اتنين تربيع بلس او زائد واي واحد ناقص واي اتنين تربيع، كل تربيع لو خدنا الجذر التربيعي بتاعه هيديني المسافة اللي احنا بنسميها ايه؟ Euclidean distance. تمام؟ شلنا الجذر ده يبقى دي تربيع. احنا طبعا لو عندي متغيرات اخرى، لو عندي متغيرات اخرى زد واحد ناقص زد اتنين تربيع، ال واحد ناقص ال اتنين تربيع، وتمشي القانون بهذا الايه؟ بهذا الشكل. هذا القانون ممكن نكتبه في شكل مصفوفات. برضه مهم جدا ان حضرتك تعرفه، اللي عايز يفهم مالتي فيريت ستاتستكس بدايه من المالتيبل ريجريشن لازم يعرف المصفوفات. ويعني ايه انفرس بتاع مصفوفه، يعني ايه الترانسبوز بتاع مصفوفه، يعني المصفوفات من المفاهيم المهمه جدا في المالتي فيريت ستاتستكس. المعادله دي ممكن تتكتب بطريقه اخرى تعتمد على المصفوفات. طبعا ممكن تتكتب بطريقه اخرى تعتمد على فكره المصفوفات. كل اللي انا عملته ده طبعا اللي موجود هنا هو ده بلغه المصفوفات بيسمى فيكتور، تمام، وده فيكتور تاني لكن ده بيسموه كولوم فيكتورز، ده اسمه كولوم فيكتورز وده اسمه رو فيكتورز. ولاحظوا ان اكس واحد ناقص اكس اتنين واي واحد ناقص واي اتنين ده الفيكتور ده هو عباره عن ترانسبوز بتاع المصفوفات. يعني ممكن احط نفس الموضوع ده واحط عليه كلمه ترانسبوز، لان كلمه مقلوب المصفوفه او مقلوب الفيكتورز ان الصفوف تصبح اعمده والاعمده تصبح صفوف. برضه مش عايز اتكلم في الحته دي قوي لكن ده هيبقى مفاهيم مهمه جدا جدا للي عايز يكمل معانا في القناه دي ويفهم يعني ايه المالتي فيريت ستاتستكس، يفهم يعني ايه احصاء متعدد المتغيرات. مهم جدا نفهم جبر المصفوفات وازاي مثلا ان فيكتور زي ده او روك ينضرب. طبعا الضرب في المصفوفات يختلف عن الضرب في الضرب العادي، 2 في 3 احنا عارفين مثلا بتساوي 3 في 2، بينما ده مش حقيقي في حاله المصفوفات. يعني لو افترضت مثلا ان المصفوفه ديت اللي هي الاولانيه او الفيكتور ده سميته ايه، وعندي فيكتور تاني ده سميته مثلا بي مثلا يعني او كولوم ده، طب عشان يصبح الضرب قابل لعمليه الضرب يعني في ده في المصفوفات لغه المصفوفات ايه تايمز بي، عشان نقدر اضرب مصفوفتين في بعض لازم تكون عدد الاعمده في بي تساوي عدد الصفوف في ايه. طبعا لو خدتوا بالكم عدد الاعمده في بي عمود واحد وعدد الصفوف في ايه صف واحد، يبقى ممكن عمليه الضرب ممكنه. ولذلك لو انا اخدت البي دي، لو انا جيت بحبيت اقدر اعمل مثلا بي في ايه عليها ما تنفعش، لان عدد الاعمده في ايه 2 بينما عدد الصفوف في بي قد يكون مش متحقق. يعني ليس بالضروره ان ايه في بي يكون يعني يتم يبقى البي في ايه تبقى ممكنه. طبعا القيم بتكون مختلفه احيانا جدا بتكون مختلفه ان حصل الضرب لا يساوي بعضه. كل دي امور مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي، انا عايز اتكلم على ان انا عندي مش عايز حد يشغل دماغه، لان احيانا انا بخش في نقاط فرعيه وبقولها بسرعه وقد يكون فيها معلومات غير دقيقه، لان انا مش هدفي الفيديو ده حكايه ضرب المصفوفات الاي والبي والبي في السي هل هنا تنفع ولا ما تنفعش. بعض الناس بيهتم بالامور الصغيره دي، لما نعمل فيديو مخصص للموضوع هيبقى الامر يختلف. طب برضه مهمين ان انتم مؤقتا نعرف ازاي نضرب مصفوفه ببعضها او فيكتور في فيكتور. خلي بالك انا مثلا عندي نقط ينضرب ازاي، مش معناه ان الاكس واحد اس واحد تتضرب هنا وتتضرب هنا، لا ده معناها ان اكس ناقص واحد هينضرب في الاكس ناقص واحد هنا زائد الواي ناقص واحد الواي واحد ناقص واي اتنين هيتضرب في الواي واحد ناقص واي اتنين. فتخيل هنا الاولاني مع الاولاني والتاني مع التاني، مش الاول مع الاول والاول مع التاني، لا لا خالص، ضرب المصفوفات بيختلف عن الضرب العادي. فهنا معناها ان ده معناه ايه؟ ان انا ممكن احول الكلام ده الى اكس واحد ناقص اكس اتنين هيتضرب في نفسه يبقى ده تربيع، زائد واي واحد ناقص واي اتنين هيتضرب في نفسه ده هيبقى تربيع. هو نفسه اللي هتوصل الى نفس الصوره اللي احنا كنا موجودين عندها اللي هو واحد ناقص واي اتنين تربيع، لكن هنا حطيناه بشكل ايه؟ جبر مصفوفات. طب لو احنا حبينا نطبق الكلام دوت على مثال زي قدامنا، لو انا عايز احسب المسافه، انا اللي الان بتكلم على Euclidean distance، ازاي احسب المسافه ما بين النقطه اللي هي احداثي بتاعتها 2.8 من عشرة
و13 بالنسبه للمتوسط اللي هو 2.58 و12.40. زي ما انت شفت القانون بتاع اقليديس، مسافه اقليديس او اقليديان ديستانس، كل اللي انا بعمله باخد الفرق ما بين 2.8 واطرحها من 2.58 زائد الفرق من ال 13 و12.40 اطرحهم من بعض واربع، واخد الجذر التربيعي بيديني مسافه اقليديس كما يعني كما هي. اذا لو احنا حبينا نطبق الكلام ده هو على الموضوع ان احنا نحسب المسافه ما بين النقطه دي ولون النقطه الحمراء، النقطه الحمراء احداثيتها ايه؟ شفتوا 12.40 و2.58. فاجيب المسافه دي ازاي؟ المسافه اللي هي دي تحسب ازاي؟ طبعا احنا حسابها مجرد ان انا ممكن استخدم جبر المصفوفات وممكن استخدم الحساب العادي. فعشان احسب المسافه دي زي ما حضراتكم شايفين قلت 2.8 ناقص 2.58، 2.58 ده اللي هي يعتبر المتوسط. دايما لما نحب نعرف الاوتلايرز، دايما لما بنحب نعمل كلاستر اناليسيس، بنهتم بالمتوسط بتاع القيم اللي انا عايز اشوف المسافه بينها وبين النقطه دي. و12.40 يبقى الجزء ده برضو مره تانية، يبقى ده احداثي الاولاني المتوسط وده احداثي الثاني او العكس الترتيب هنا مش مهم. طبعا ما يفرقش ان انا حطيت ده قبل ده هوت او ده بعد ده، لان التربيع هيضيع مساله الاشاره. اذا لو انا خدتوا بالكم حضراتكم، لو انا طرحت الجزء الاولاني هيطلع لي 22% والجزء الثاني هيطلع 60، 13 ناقص 12 بيطلع 60. لو ربعت 36%، ولو ربعت 484 من 10,000، جمعت الاثنين على بعض طلع لي 40، خدت الجذر التربيعي طلعت لي بديل المسافه، المسافه بين النقطه 13 و كما يعني 2.8 من 10 والمتوسط. هل هذه المسافه طبعا دي مسافه اقليدس زي ما اتفقنا، لسه ما كلمناش على مونوبس ديستانس خالص، دي مسافه اقليدس، هذه هي المسافه اللي احنا حسبناها. المسافه دي عيوبها ايه والطرق دي عيوبها ايه؟ هنشير للكلام ده بالتفصيل، بس يهمني خدوا بالكم عشان تعرفوا العيوب. اول حاجه تلاحظوها ان وحده القياس بتاثر، يعني شوفوا هنا هو ده اسهم بمقدار قد ايه اللي هو المتغير الجي بي اي، مقدار في حساب المسافه 4 من يعني تقريبا 5 من 100، بينما ده 36 من 100، واحد 5 وتاني 36، اذا المتغير الثاني اسهم اكتر في حساب المسافه بينما الاولاني اسهم اقل. ليه؟ لان وحده القياس بتاعت الجي بي اي محصوره ما بين 0 و5، بينما ده وحده القياس بتاعته محصوره ما بين 0 مثلا و20. طبعا عشان كده بنقول ان دي عمليه خطيره جدا في مسافه اقليدس. لو حسبنا مسافه اقليدس للنقاط بتاعتنا اللي احنا شفناها مع بعض بنفس القانون ده بس للنقاط الاخرى، هنجد ان مسافه اقليدس زي ما احنا شايفين كده للنقطه الاولانيه طلع بهذا المقدار، واحنا ده اللي احنا فعلا طلعناه 64 من 100، الثانيه 44 من 100، ده المسافه ما بين كل نقطه عن المتوسط. والمسافه دي يعني ايه الكلام ده؟ يعني بس خلوني ان انا اشوف كده لحضراتكم، يعني المسافه ديت ب 61 من 100. طب المسافه من هنا لهنا ب 3.65 من 100، طبعا المسافه ديت 2.87 من 100. في ملاحظة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، وهي فكرة إن النقطة اللي بتتغير تغير كبير على مستوى الأكسس على مستوى الدافعية بتتأثر قوي أو بيكون مسافتها أبعد من النقطة اللي بتتغير تغير كبير على مستوى الواي اللي هو المعدل التراكمي. ليه؟ لأن وحدة القياس بتاعت الدافعية زي ما أنتم شايفين وحدة القياس بتاعت الدافعية أرقامها كبيرة، بينما وحدة القياس بتاعت المعدل التراكمي المحور الرأسي بيكون وحدتها أصغر. وبالتالي المشكلة الأساسية أو من ضمن المشاكل اللي موجودة مسافة إقليدس إن هو لا يراعي وحدة القياس، يعني لو عندي متغير، لو أنا بدأت إن أنا أضرب أحد المتغيرات ولكن المعدل التراكمي ده في 10 أو في 100، سنجد إن الوضع النسبي للنقاط أو المسافة هتتأثر بطريقة مختلفة. طيب خلينا بس نوضح الكلام ده هو بقصد بيه ايه.
من خلال العيب الاولاني في مسافه اقليدس اللي هي تتاثر بوحده القياس المستخدمه. معنى المتغير ذو وحده القياس الاكبر اللي هو زي دافعيه بيكون تاثيره اكبر في حساب المسافه. وانا وضحت الكلام ده وانا كنت بتكلم، خليني اوضح الكلام اكتر بمثال عملي. بان انا لو خدت الجي بي اي ده مثلا وضربته في 10 ونشوف ازاي ان العمليه هتختلف وازاي هيبقى اسهام الجي بي اي اكبر. خلي بالك تذكر ان اسهام الجي بي اي في اول مره في المثال اللي احنا استخدمناه كان ب 5%، بينما كان استخدام اسهام الدافعيه ب 36%. طب يا ترى لو ضربت الجي بي اي في 10 هيحصل ايه؟ ادي الدرجات الاساسيه 2.8 3.2 هسيبها زي هسيب ال 13 هسيب الجزء ده اللي هنا ده زي ما هو وحبت اضرب الكلام ده في 10. لو حصل وضربت في 10 هتبقى ايه 28.32. طبعا القيم هنا زادت بال10 وبالتالي المتوسط كمان زاد بمقدار كاني ضربت كل حاجه في 10 بما فيهم المتوسط. فالمتوسط بدل ما كان 2.58 بقى 25.8. هل هذا سيؤثر في مسافه اقليدس؟ هيأثر، وهنشوف ان القيم هيصبح دلوقتي المعدل التراكمي بيسهم اكتر، وبالتالي هيبقى الحكم على ان القيمه دي اوتلايرز ولا لا او ان ده يعتبر بينتمي للمجموعه لا، الامر هيبقى مختلف. طيب تعالى نحسب. ادي النقاط قبل، يعني هنا البيانات الخام بعد الضعف 10 وهنا البيانات قبل ما تضرب في 10. الوزن يعني المكان او اللوكيشنز او موقع النقاط لم يختلف، يعني 16 و3 و2 من 10 يتبقى في نفس المكان ب 16 و2 و30. لاحظوا هنا كاني ضربت السكيل ده في 10 لان هنا من 0 ل 5 بقى من 0 ل 50. تمام، لكن يا ترى اقليديان ديستانس حصل لها ايه؟ تعال نشوف برضو ان انا هحسب المسافه بين النقطتين. بدل ما كنت قلت 2.8 من 10 و5 لا هنا 28 ناقص 25 8 من 10 زائد 13 ناقص 12 و40 من 100. لاحظوا هنا بقى دي بتسهم بكام؟ 2.2 من 10 ربعها بقت 4.84 من 100. بقى الوضع دلوقتي بالنسبه لي كالاتي، ان دي بقت تسهم باربع درجات بينما ده 36. اذا الاهميه اصبح الجي بي اي بعد ما اتضرب في 10 بيسهم تقريبا 4.8 من 10 في حين ما بيسهم بقيمه اقل من النص. طبعا ده معناه ان الويت بتاع الجي بي اي تضاعف، وده شيء مش مستحب، ده شيء مش مستحب، وبالتالي أصبحت المسافة الجديدة 2.28 من 100. المسافة نفسها كقيمة اختلفت، وده برضو شيء، المسافة ما اتغيرتش. لو بصينا على مستوى الشكل وعلى مستوى الواقع المسافة ما زادتش، تمام، لكن القيمة اللي ظهرت وفقا لإقليديان ديستانس قيمة كانت غير يعني بتعكس الوحدة القياس المستخدمة، وبالتالي إسهام كل متغير ده مش عايزينه، يعني ده عيب إحنا عايزين نخلص منه، وده برضه ما قلت ده جزء مهنوبس ديستانس إنه هيحاول يتخلص من النقطة دي. لو حبينا نشوف طبعا في طرق الحساب بين الاثنين، الدرجات الخام 2.8 من 10 زي ما حضراتكم شايفين 2.8 من 10 كان لما كانت بتسهم بتقريبا زي ما قلت 5 من 100، بينما هنا اصبحت تسهم كام؟ باربعه، يعني تقريبا خمس درجات. طبعا الفرق كبير جدا، وكاني ضربت دي في 10 برضه. شايفين حضراتكم لو تخيلت اني ضربت دي في 10 فكاني طبعا لان ده تربيع فكاني ضربت في 100، مش كده؟ تربيع 10 يبقى دي تربيع، اضرب في 100 يبقى العلامه العشائيه تتحرك صفر صفرين تطلع 4.84 من 100. إذا أصبح إسهام، وهنا هيصبح إن التغير على المستوى الرأسي أهم من التغير على المستوى الإيه؟ على المستوى الأفقي. تمام؟ على عكس الصورة الأولانية. يبقى إذا طريقة إقليدس فيها عيب لوني. العيب الثاني إن مسافة إقليدس لا تأخذ في اعتبارها العلاقة بين المتغيرات. يعني كيف ترتبط المتغيرات ببعضها البعض؟ لان ده هيبقى عامل مهم جدا 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 في الحكم على ان النقطه ديت انها تعتبر اوتلايرز ولا لا. خلي بالكم احنا قلنا ان مهنوبس ديستانس من ضمن استخدامات حكايه الاوتلايرز، وان المسافه دي بحسبها عشان استخدمها في الكلاستر اناليسيس واستخدمها في التعرف على النقاط المتطرفه. فمهم جدا ان انا اخد في اعتباري العلاقه بين المتغيرات وانا بحكم على المسافه.
بحيث ان لو كانت العلاقه قويه يبقى المسافه يبقى وزنها كبير، لو كانت مسافه كبيره، ولو كانت العلاقه صغيره ضعيفه يبقى المسافه دي اهميتها بتقل. خلينا اوضح لحضراتكم الكلام ده من خلال رسم بياني قد يكون بيوضح الكلام ده. هنا عندي رسم بياني لعلاقه بين متغيرات، هذه العلاقه قويه جدا 9 من 10، قيمه 9 من 10. لاحظوا هنا خط الانحدار، ولاحظوا ان القيم اللي موجوده بهذا الشكل متقاربه جدا، تكاد تكون يا اما قريبه من الخط يا اما بتقع عليه. طب لو حبينا كده نحكم على ان نقطه معينه مثل هذه النقطه هل هي اوتلايرز ولا لا، اظن من المنظر بيقول انها نقطه اوتلايرز، بيقول النقطه ديت اوتلايرز. ليه؟ لانها تكاد تكون بقيه النقاط بعيده، هي بعيدة عن بقية النقاط اللي موجودة. يبقى مهم جدا وأنا بحكم على شكل العلاقة إن أنا أعرف إن بحكم على نقطة معينة، والمسافة لا تؤخذ بصورة مجردة أو بعيدة عن ما نطلق عليه إيه؟ العلاقة بين أو شكل الانتشار أو العلاقات اللي بتحكم بين بقية المتغيرات. طيب إحنا كده النقطة، تعال نشوف رسمة تانية بتوضح لما تبقى النقطة مش هنغير مكانها، يعني لن نغير مكان تلك النقطة، هنسيبها كده زي ما هي، بس هغير شكل العلاقه بين المتغيرات، بين المتغير اللي هو المعدل التراكمي والدافعيه، بدل 9 من 10 تعال نخليه مثلا 7 من 10 ونشوف، نحكم برضو على النقطه اللي هي مش هتغير مكانها. هنا حضراتكم شايفين شكل الانتشار، لان العلاقه 7 من 10 بقت النقاط يعني قليل منها اللي بيقع على الخط، في نقاط الى حد ما بعيده عن خط الانحدار، إلى حد ما بعيدة عن خط الانحدار، تمام؟ لكن النقطة بتاعتنا اللي احنا مهتمين بيها ما زالت في نفس مكانها، لكن هيبقى حكمنا دلوقتي يعني ممكن تعتبرها لا، احتمال لا، لأن في نقاط موجودة تبعد نفس المسافة، وممكن تبعد أكتر منها عن يعني في نقاط موجودة داخل المجموعة وتبعد مسافة أبعد منها عن تلك النقطة. يعني خدنا النقاط دي كده. يبقى إذن الموضوع ما هواش مسافة وفقط، لكن ده ما بياخدش في اعتباره، لا تأخذها في اعتبارها، مين بياخدش في اعتبارها؟ مسافة أقليدس. لو حبينا نشوف صورة أكثر تطرفا تبقى العلاقة 4 من 10. لاحظوا هنا لما بقت العلاقة 4 من 10 نقاط شكل الانتشار بقى مش قريب من خط الانحدار، وبالتالي أصبحت النقطة اللي احنا بنتكلم عليها ممكن نعتبرها نقطة عادية جدا، لأن لو بصنا لها كده دي نقطة عادية، بالرغم أن المسافة ما زالت المسافة إيه؟ ما زالت المسافة كما هي بدون تغيير. اللي احنا عايزين نقوله إيه؟ أن ما ينفعش أن المسافة دي هيبقى وزنها أقل لما تبقى العلاقة منخفضة، لكن نفس المسافة هتبقى مهمة جدا ولا أهمية كبيرة لو كانت العلاقة قوية. إذن كيف نأخذ هذا في اعتبارنا؟ زي نأخذ الكلام ده في اعتبارنا برضو، ده اللي هيعمله مانوبس ديستانس. دايما شايفين ده ارتباط قوي وده ارتباط متوسط، أدي النقطة هي لكن هنا حكمنا على أن النقطة متطرفة، يعني قد نجزم على أنها أكيد نقطة متطرفة، نفس المسافة هنا لكن حكمنا هيكون أقل إذا افترضنا أن نقطة زي دي بتنتمي للمجموعة، فوارد جدا احتمال ان يكون النقطة دي كمان بتكون ايه؟ تكون موجودة في نفس المجموعة. طيب لو حبينا نزود الموضوع شوية ونشوف المقارنة بين 9 من 10 وارتباط ضعيف اللي هو 4 من 10، ارتباط مش متوسط، ارتباط ضعيف او يعني اقل من المتوسط شوية، فسنجد ان النقطة دي نجزم على انها نقطة غير متطرفة اذا افترضنا ان نقاط زي دي، تمام، ونقاط زي دي بنفترض انها تنتمي للمجموعه، فايه اللي عنش دي كمان تكون، يبقى اذا المسافه كانت ثابته لكن حكمنا اختلف باختلاف العلاقه. عايزين نقول ايه؟ لما تبقى العلاقه قويه عايزين نخلي المسافه دي يبقى لها وزن كبير. يعني ايه؟ يعني نقطه زي ديت، لا نقطه زي ديت وارد جدا انها تكون متطرفه في هذا السياق، لكن هنا عايزين نخلي المسافه دي وزنها أقل، يعني عايزين نوزن المسافة بالارتباط، بمعامل الارتباط، بحيث لما تبقى العلاقة قوية، تمام، يبقى المسافة دي يحصل لها تضخم، بينما تبقى العلاقة ضعيفة
المسافه دي لا يحصل لهاش تضخم، بل تعتبر من يعمل لها عمليه تقليل او مينيمايزيشن. ازاي ناخذ معامل الارتباط في حسابنا؟ ده برضو هنوضح ازاي مهلونوبس ديستانس اخذ الكلام ده في ذهنه. العيب الثالث ان اكليديان ديستانس لا تتبع اي توزيع اعتدالي او حتى تي تيست او اي توزيع احصائي، وبالتالي مش هقدر اعرف او اقدر احكم على ان المسافه دي داله ولا غير داله، ولا دي ايه المحك او ايه الدرجه القاطعه اللي انا احكم على اساسها ان قيمه مهالانوبس ديستانس لو كانت بكام. اذا كان مهالانوبس ديستانس نفسها اكليديان ديستانس لا تتبع اي توزيع احصائي، ولا اقدر اقول انها بتتبع كاي سكوير، ولا اقدر اقول بتتبع تي تيست، ولا اقدر اقول بتاعت ديستريبيوشن او بتتبع النورمال ديستريبيوشن، ما اقدرش اقول الكلام ده هو. فطالما انها لا تتبع اي توزيع احصائي انا اعرفه، اذا مش هقدر اقيم القيمه المحسوبه بتاع اكليديان ديستانس باي قيمه كريتيكال فاليو، قيمه جدوليه او قيمه حرجه، عشان اقول والله انها تخطت هذه القيمه فهي تعتبر اوتلايرز او لم تتخطاها فبالتالي ممكن اعتبر. ده عيب ثالث وعيب خطير في اقليدس. اذا ثلاث عيوب: العيب الاولاني تعثره بوحده القياس، العيب الثاني انه لا يدخل في حسابه ما نطلق عليه العلاقه بين المتغيرات، العيب الثالث انه لا يتم او لا يعتمد على فكره اي تحليل احصائي او اي توزيع احصائي، وبالتالي كل ده هيخلينا ما نقدرش نحكم على ان القيمه دي هل هي قيمه داله ولا غير داله، هل النقطه دي متطرفه ولا ايه هي الدرجه القاطعه، مفيش، وبالتالي لا يصل. هنا هيجي زي ما قلت دور مهالانوبس ديستانس، هذا العالم الهندي اللي حاول يحل هذه المشكله بحيث ان هو ادخل او حل الثلاث نقاط. انتوا عارفين مثلا النقطه الاولانيه اللي هو حلها بوحدة القياس، وأن نعمل سكيل أو نعمل نحول الدرجات إلى درجات معيارية من خلال نطرح كل درجة من المتوسط نقسم على الانحراف المعياري، إذن كل المتغيرات هتأخذ نفس القيمة. ثم إزاي ندخل معامل ارتباط، وهنشوف مع بعض التوزيع الاعتدالي اللي بيعمله، ثم هنشوف مع بعض في كيفية حساب النقاط، أو زي إن ده بيتبع توزيع إحصائي، المعادلة اللي هو قدمها لنا إنها بتتبع توزيع إحصائي. هنشوف الكلام ده كله لكن في فيديو آخر. هنقف لغايه هنا وهنكمل في الفيديو الاخر كيفيه حساب مهالانوبس ديستانس من خلال نفس المثال اللي احنا شفناه، ثم هننتقل بعد كده الى استخدام الاس بي اس اس في حساب هذا الموضوع. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، زي ما بقول دايما عجبك الفيديو اعمله لايك، تعرف حد يستفيد بيعمل له شير، في جميع الاحوال اوعى تنسى تعمل سبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.